أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية فعاليات المؤتمر الطبي الأول للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى بمشاركة منظمة الصحة العالمية وعدد من الخبراء الدوليين. وقال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أحمد السبكي إن الهيئة تستهدف تبني استراتيجية للحد من مقاومة المضادات الحيوية تعتمد على تضافر جهود الهيئات والشركات المعنية بمجال الرعاية الصحية وغيرها من التخصصات. We'll be right back.